بتحمل هاي المسؤولية. وبنيجي من ناحية إنه شو السبب، هذه قلة الدين فقط، قلة الدين. لأنه بنيجي نحكي إنه الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي على كل البلد، إذا كل حدا بده يكون وضعه الاقتصادي صعب ويقتل مرته، كل رح يقتل مرته، ما بنفعش. برأيي بتحمل الجريمة إنه لو الزوج كان هو من متعاطين المخدرات، يعني بتعاطى المخدرات، ولا بعاني مثلا من مشكلة صحية مع حالة نفسية أو إشي من هذا الكلام، إنه بتاخذ على مصحات نفسية ويحاولوا يعالجوه في أي طريقة. أما إن كان يعني من الضيقة أو يعني الوضع الاقتصادي والشغلات هذه، فهو بتحكم عليه، يعني بتحكم في القانون، يعني ممكن يطبقوا عليه القصاص والشغلات هذه. الردع المناسب لهيك جرائم هي القصاص، لأنه عشان يعني يعمل ردع لباقي الشباب ولباقي الآباء برضه ولباقي يعني الشعب، إنه ما يقدرش يعملوا هيك تاني مرة. حين الجريمة إذا كان الزوج مثلا بعاني من الوضع الاجتماعي في غزة ومن صعوبة الحياة في غزة، مثلا طبيعي انه يعمل هيك شيء لانه الوضع في غزه صعب، وحيكون مثلا متضايق نفسيا. او اذا الزوج ممكن يكون بتعاطى شغلات ممنوعه مثلا زي المخدرات زي كذا، ومن ضيق الحال انه معوش يجيب هذه الشغلات، طلع مثلا معاناته هذه او الضيق تاعه اللي جوا طلعه في زوجته. مش شرط الوضع الاقتصادي، يعني يمكن يكون ما كانش مخه معاه بقى مدمن حاجه، يعني مش شرط يعني يكون الوضع الاقتصادي. لانه اذا ضل هذا الاشي وما نفذوش حكم بحق هذا الرجال، الكل هيك رح تنتشر الجرائم عندنا في البلد.